بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قلنا في بداية كل مقطع فيديوي يتكلم عن الأسرة بأن الغاية من هذه المقاطع الفيديوية بأن كثير من النساء يتصورن بأن الله سبحانه وتعالى حملهن فوق طاقتهن، وبأن الإسلام لا يراعي مشاعرهن وظروفهن، وفقط يراعي مشاعر وظروف الرجل. ولذلك أصبحنا الكثير من النساء يتهمن الله عز وجل بعدم العدل، أعاذنا الله وإياكم من هذا الكلام، وكذلك يحاول أن يخرج من الإسلام ويخرج من الدين وتبحث عن التحرر إلى غير ذلك. ولذلك نحن من باب المسؤولية نحاول قدر الإمكان أن نبين للمرأة، سواء كانت التي لم تتزوج بعد أو التي قد تزوجت توا، بأن لا تأخذ نظرة خاطئة عن الإسلام. كل ما عليها أن تعرف بأن الزوج والمجتمع والبعض من المبلغين وليس الكل لم يبلغ الرسالة بالشكل الصحيح. 4 أمور تجعل الزوجة لا تتزين ولا تتجمل لزوجها بعد ذلك، وفي بعض الأحيان حتى لو وصل الأمر إلى التوسل، الزوج يتوسل بزوجته أن تزيني تجملي لي إلى غير ذلك، هي تذهب يمينا وشمالا وتلتف بالكلام وتحاول أن تدور بالكلام إلى غير ذلك ولا تفعل ذلك. لماذا؟ لأسباب 4. أولا، لماذا بعض النساء لا يتزين ولا يتجمن لأزواجهن؟ بسبب العائلة الكبيرة. هو يعيش في وسط عائلة كبيرة ويقوم ويقول للآخرين بأن زوجتي لا تتزين لي ولا تتجمل لي، وأنا لم أتصور الزواج يكون بهذه الصورة، أنا ما أخذ صورة أخرى عن الزواج. أيها الكريم، الله سبحانه وتعالى عندما تقول أنت هذا القول إنما أنت تخالف قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العائلة كبيرة جدا، عائلة أهلك، وعندما تأتي هذه الزوجة وتتحمل مسؤولية هذه العائلة الكبيرة فلن يبقى لها وقت لكي تتزين لك وتتجمل لك. والله سبحانه وتعالى وهو الخالق قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما تحاول أن تكلفها فوق وسعها إنما أنت تعارض الآية الكريمة، إنما أنت تطلب شيء لم يطلبه الله عز وجل من الإنسان. عرفنا؟ العائلة كبيرة، عائلتك كبيرة، ماذا تفعل؟ ينتهي النهار وهي لا تصدق بأن ترجع إلى غرفتها لترتاح. رغم ذلك بحمد الله عز وجل نجد أن الكثير من النساء المؤمنات الصالحات صاحبات الأخلاق والذوق رغم هذا التعب كله ترجع إلى غرفتها وتتزين وتتجمل قدر الإمكان رغم هذا الجهد. فعليك أن تداري هذا الأمر ولا تخالف قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا بأس تريدها 24 ساعة متزينة متجملة، أخرجها في بيت لوحدها وبعد ذلك طالبها بذلك. إذا لم تستطع فعليك أن تسكت، يعني هي التي يجب أن تطالبك. المرأة دائما تحب أن تظهر وتظهر جمالها، وحرمت هي، لم تحرم أنت، إنما هي من حرمت من أظهار جمالها بسبب أنها قبلت بأن تعيش مع أهلك. أصبحت الآن هي الملومة، بالعكس هي راضية وعليك أن ترضى لرضاها، جزاها الله خير. عرفنا الآن؟ أهو في بعض الأحيان تطلب منها وتقول: ولو كان إخواني موجودين إلى غير ذلك تزيني وتجملي. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أنت تخالف يعني سنن النبي، أحاديث أهل البيت. أنت تريدها تتزين وتتجمل أمام أخوتك، تلبس ملابس ملونة أمام أخوتك، تضع المساحيق أمام أخوتك وهي ترفض. هذا لا يجوز، حرام شرعا، ولا يعني طاعة للمخلوق على حساب الخالق. فأنت تحاول أن تجعلها تقع في السيئات، فعليك أن تتق الله في ذلك. النقطة الأخرى، لماذا الزوجة لا تتزين ولا تتجمل لزوجها؟ بسبب المسؤوليات الكثيرة بعد الإنجاب.
الزوج من جانب يريد أولاد كثر أطفال كثر، ومن جانب يريد أن زوجته 24 ساعة متزينة ومجملة نفسها ومتجملة إلى غير ذلك. هذا لا يقبله العقل، هذا فوق الطاقة. جيد، لا أتي لها بمربية وبعد ذلك هي تهتم لنفسها. قاعدة هذين الأمرين يعني تكون تحت وطأ يعني تحت نطاق هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك أن لا تكلف. أنت من جانب تريد دائما وأبدا أولاد كثر، وتريدها أن تعتني بالأولاد وتطبخ للأولاد وتنوم الأولاد وتبدل ملابس الأولاد وتغسل الأولاد، وبعد ذلك تقول: لماذا لم تتزيني؟ لماذا لا تتجملين؟ أنا مليت من هذه العيشة، أنت دائما ما تهتمين بنفسك، وتضعها مبررا لرؤية غيرها لعقد حب مع امرأة أخرى، للبحث عن امرأة أخرى. هذا كله من باب الظلم، والله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الظلم لك ومنك ظلمات يوم القيامة، ظلمات تكون عليك يوم القيامة لأنك قد ظلمتها، تحملها فوق طاقتها، وهذا خلاف الشريعة. وبالأمرين هو هذا ليس مطلوب منها شرعا، يعني مسألة الأولاد وتربيتهم وغسلهم وخدمة عائلتك شرعا هي من باب التفضل تفعل ذلك، وإلا هو ليس بواجب عليها شرعا. أما هناك نقطتين أساسيتين تجعل المرأة تنجرح في مسألة لماذا لا تتزين لزوجها، لماذا لا تتجمل. مع الأسف بعض الأزواج يحملون من يعني اللؤم، يحملون من القسوة شيء عجيب، يحملون من عدم المروءة وعدم الشهامة شيء عجيب. كيف؟ عندما تأتي إليه زوجته متزينة متعطرة متجملة، وإذا به لا يهتم مطلقا. زوجتك لساعات هي تتزين وتتجمل وتتعطر، وتأتي إليك وأنت لا تهتم ولا تبالي، حتى لا تكلف نفسك أن تنظر ماذا لبست، أو أنك على الأقل تقول يعني ما شاء الله، ما هذا الجمال، ما هذا يعني ماذا تفعل؟ كيف هي بعد ذلك لا تترك هذا الأمر وأنت تجرحها بهذه الصورة؟ تنظر إلى التلفاز، تنظر إلى الموبايل، مشغول بأمر، ولذلك أنت تجرحها بهذه الصورة، تجرح نفسها بهذا الإهمال وعدم الاهتمام. لذلك هي بعد فترة تقول: لن أتزين ولن أتجمل، ماكو فايدة بعد. وأنت جنابك تجدها فرصة للبحث عن امرأة أخرى: زوجتي لا تلبس لي ولا تتجمل لي ولا تتزين لي، أنت اللي دائما ما لقيتها، ما لاقيتها بترحاب جميل، بكلمة جميلة أبدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: كلمة أحبك لا يذهب من قلب المرأة، وكلمة أحبك ومشتقاتها. ليس فقط كلمة أحبك، عندما أقول ما أجملك اليوم، ما أجمل هذه الملابس، ما أجمل هذا العطر، إلى غير ذلك. فهذه الكلمات، كلمة أحبك ومشتقاتها، لا يذهب من قلبها أبدا، تبدأ يوميا تهتم بنفسها، ولو عائلتك كبيرة ولو كان أولادك كثر. ولكن صدقني، ولو كنت أنت تعيش في بيت فقط أنت وياها ولا تعطي اهتماما لمظهرها، هي تترك الموضوع بعد فترة، لا تتزين ولا تتجمل، والسبب هو أنت، لأنك لم تراعي حديث النبي صلى الله عليه وآله بأنه على المرأة أن تتجمل لزوجها، وعلى الرجل أن يشكر زوجته لذلك، يشكرها على الأقل: شكرا، جزاك الله خير، أنت مهتمة بنفسي، بعيني، بنظري. كذلك الأمر الآخر الذي فيه جرح كرامة شديد، هي عندما تأتي الزوجة متزينة متجملة، هو يسمعها كلمات وكأنها هي من ترمي بنفسها عليه جبرا: لا أنا يعني ما لي خلق لهذه الأمور، ما أهتم بهذه الأمور، بس أشوفك هواي مهتمة لهذه القضايا السطحية، وكأنما تجعلها تستحقر نفسها، تستصغر شأنها، وكأنما هي من ترمي بنفسها عليك. هذه المرأة، هذا يدل على اللؤم طبعا، هذا يدل على الإهانة لها، وما أهانهن إلا لئيم. اعرف أن هذا من لؤم نفسك، من لؤم طبعك، بأن توجه هكذا جرح كبير للمرأة. فلذلك المرأة بعد فترة لا تتزين ولا تتجمل أبدا، لأنك تقوم بإهانتها، تجعلها تشعر بالاستحقار، تستحقر نفسها وتقول: أنا كأني أنا رامية نفسي عليها. والمرأة تحب الدلال، تحب أن الزوج من يأتي إليها، لا هي التي تأتي للزوج، إلى غير ذلك.
هذه الأمور الأربعة تجعل الزوجة لا تتزين ولا تتجمل. جميع هذه الأمور هي يعني تقع على عاتق الرجل وبذمة الرجل وتحت مسؤولية الرجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء كانت عائلتك الكبيرة من أهلك، سواء كان أنت تحب كثرة الأولاد، سواء كان طريقة تصرفك وعدم اهتمامك ومبالاتك بزوجتك، أو إنك تقوم بجرحها بكلمات بجرح كرامتها، هذا كله راجع إليك. عندما تمتنع من ذلك وعندما توفر لها أجواء طالبها بعد ذلك، طالبها بعد ذلك، أقم عليها الحجة ثم بعد ذلك طالبها، وإلا فالشريعة الإسلامية لا تطلب منها شيئا إذا كان تصرفك هذا وإذا كان ظرفك هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى يحاسبك أنت، يعاقبك أنت، يعاتبك أنت الرجل إذا قد حملتها فوق طاقتها واستخفيت بكرامتها وأهنتها إلى غير ذلك. تجنب هذه الآية، تجنب يوم يفر المرء من أمه وأبيه وزوجته وأخيه إلى غير ذلك في مضامين الآيات. تأتي هذه المرأة يوم القيامة تريد حقها منك، لأنك قد ظلمتها كثيرا، حملتها فوق طاقتها، صورت لها الكثير من الأمور هي مسؤولة عنها وهي غير مسؤولة عنها إطلاقا، إنما هي من مسؤولياتك. فلا تكن من أهل هذه الآية يوم يفر المرء من أمه وأبيه وزوجته وبنيه وأخيه إلى غير ذلك في مضامين الآيات. حاول أن تعيد حساباتك مرة أخرى قبل أن تحاسب. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.